تتزايد حالات انتحال الشخصيات حول العالم اعتماداً على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. فهذه التكنولوجيا وفرت للمحتالين أدوات متطورة تسمح بانتحال هوية الأفراد بدقة غريبة، وتمنحهم القدرة على استنساخ أصواتهم بشكل غير مسبوق، مما يجعل من عمليات الاحتلال أكثر جدوى من السابق. وهذا الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي التوليدي أثار المخاوف من احتمال إساءة استخدام هذه التكنولوجيا ودفع لجنة التقارة الفيدرالية الأمريكية للتحرك عبر وضع قواعد جديدة تهدف إلى منع الذكاء الاصطناعي من انتحال الشخصيات ومعاقبة الجهات التي تقوم بهذا الأمر. جاهزة خايفة يا أختي وخوفي له داعي. إيش معنى؟ خايفة يجيبولي ديك ذكاء اصطناعي. ديك تعبان ومنشف ريقي. إيش معنى؟ قلت له أنت وهم ولا بحقي وحقيقي. خافي معايا وخلي عندك إحساس. إيش معنى؟ ليجيبوا ذكاء اصطناعي بدل فراخ القاهرة والناس. أنا مش خايفة يا خلقي يا هو. إيش معنى؟ صوتي مالوش زي ما ينفعش يستنسخوك.